مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اخر اخبار فيلم بلاك بانثر 2 اللي هو بلاك بانثر وكاندا فور ايفر، وبرضه هنتكلم عن شويه اخبار تخص عالم الام سي يو. فمن غير كلام كتير يلا نبدا. طب اول حاجه نبدا بيها واللي هو شويه كلام بيتقال عليه ان هو متسرب من السكريبت بتاع فيلم بلاك بانثر 2، او زي ما احنا بنقول فكره الفيلم يعني من الاخر، او الفيلم مثلا بيدور حوالين ايه، او ايه فكره الفيلم، او ايه الحبكه اللي هتحصل في الفيلم. طبعا على حسب ما اتقال ان هو فيلم بلاك بانثر 2 اللي هو كاندا فور ايفر هيتمحور حوالين مدينه بتاعه اتلانتس، وهيظهر ساعتها في الفيلم الشخصيه بتاعه نيمور اللي هي تعتبر حاجه عامله زي اكوامان في العالم بتاع دي سي، وهيكون دوت هو الفيلم بتاع الفيلم. وهنشوف ساعتها ممثله ليك بيل هتلعب دور شخصيه الدكتوره جرام، والشخصيه دي هتبقى عباره عن دكتوره ومعاها فريق بحث هتبقى مهمتهم ساعتها ان هم يدوروا على الفايبرينيوم هو موجود في المحيط عن طريق جهاز مصنوع بيدور على الفايبرينيوم، واللي عامل الجهاز دوت بتاع الفايبرينيوم او جهاز اللي عامل زي السكانر دوت هتبقى هي ريري ويليامز، او على حسب الكوميكس اسمها ايرون هارت او ليدي ايرون هارت، او بالعربي يعني النسخه الانثى من ايرون مان. وطبعا بسبب ان كلهم هيبقوا قاعدين بيدوروا على الفايبرينيوم جوه المحيط، فنيمور ساعتها هيحس ان ده تعدى على الخصوصيه بتاعته، او هيحس كده بحاجه عامله زي عدوان، او من الاخر كده هيحس انه في مشكله هتحصل، وساعتها يغضب عليهم على الحركه اللي هم عملوها، وهتحصل ساعتها مشكله بين واكاندا ومدينه اتلانتس. وعلى حسب اللي اتقال برضو انه تم تاكيد وجود شخصيه ريري ويليامز، وهتظهر فعلا في الفيلم بتاع بلاك بانثر 2 اللي هو بلاك بانثر واكاندا فورايفر. التسريب اللي بعد كده بيقول ان الممثله تشارلز سيورن هتعمل الدور بتاع كيليا في فيلم دكتور سترينج ذا مالتيفيرس اوف مادنس. التسريب اللي بعد كده بيقول انه خلال فيلم دكتور سترينج 2 هنشوف ساعتها توبي ماجواير بالدور بتاع سبايدر مان هيبقى قاعد بيحاول انه يكلم واندا او سكارلت ويتش ان هي تبطل الشر اللي هي قاعده بتعمله، وزي ما اتقال برده ده هيبقى عباره عن شويه كلام، بس ساعتها الموضوع هيتقلب وتحصل مواجهه بينه وبين واندا او سكارلت ويتش برده، وتبقى المواجهه دي مواجهه سريعه بينهم اللي هو ضد واندا على طول، حاجه كده حسيتها ان هي عامله زي المسلسل بتاع وات اف في الحاله بتاعت الزومبيز، بس ان احنا ممكن نشوفها لايف اكشن وبينهم هما الاثنين بس. عندنا بعد كده في صور من خلف الكواليس من مسلسل مس مارفل، والصور دي عباره عن صور للدرونز اللي انا اتكلمت عليها في الفيديو بتاع امبارح او الفيديو اللي فات على طول، ومفروض على حسب ما اتقال ان هو هيبقى في درونز قاعده بتجري ورا ميس مارفل او كمال خان. ودلوقتي الصور نزلت وفعلا واضحه ان دي الدرونز بتاعت فيلم سبايدر مان فار فروم هوم، او الدرونز يعني بتاعت ستارك اندستريز او صناعات ستارك. وانا عن نفسي معرفش ليه اول ما شفت الصور دي اللي جه في دماغي على طول انه ممكن يكون الكلام ده بسبب ميستيريو، الله اعلم برضو، ولحد دلوقتي ده يعتبر توقع مننا انه ممكن يكون ميستيريو ليات في الحوار ده، خصوصا على حسب ما اتقال انه ميستيريو لحد دلوقتي يعتبر هو لسه عايش. وبالمناسبه برضو الكلام ده اتاكد وقلته قبل كده قبل فيلم سبايدر مان نو هوم، واكبر دليل انه ميستيريو لسه عايش الكونسبت ارت الرسمي اللي نزل لفيلم سبايدر مان نو هوم اللي ظهر في المعركه بين دكتور سترينج وميستيريو برضو على الجهه الثانيه عند التمثال بتاع الحريه. ولو فعلا توقعي صح وميستيريو فعلا طلع ورا الحوار ده، فاحنا كده تقريبا بنتجهز للفيلم بتاع سبايدر مان ضد السنسر 6، بس هيكونوا فعلا 6 فيلنز مش 5 زي فيلم سبايدر مان نو هوم، وكذلك برضه هيكون سبايدر مان لوحده معهوش ولا توبي ماجواير ولا اندرو جارفيلد، فالله اعلم برضه الكلام ده ممكن يحصل. عندنا بعد كده في صوره جديده للممثل اوسكار ايزك بالبدله بتاعت مون نايت. عندنا بعد كده في صور جديده للممثله ايمان فيلاني اللي هي كمال خان من المسلسل بتاع ميس مارفل، بس بالبدله الجديده اللي هي المفروض هتظهر بعد المسلسل، او زي ما احنا بنقول البدله الرسميه بتاعت الشخصيه دي اللي هي ميس مارفل، والصور دي من خلف كواليس فيلم ذا مارفلز. عندنا بعد كده في صور جديده لاكشن فيجرز تعتبر هي لسه نازله الشخصيه بتاعت دكتور سترينج، وتقريبا دي الصور بتاعت دكتور سترينج النسخه اللي هي ديفندر سترينج. عندنا بعد كده في كومنت رسمي من واحده من الناس اللي هي تعتبر شغاله في الفيلم بتاع دكتور سترينج 2 اللي هو دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس، تعتبر هي كتبت الكومنت دوت وبتقول ساعتها استنوا لحد ما تشوفوا الاعلان اللي جاي، وحاطط كذا ايموجي لانفجار العقل تعبيرا يعني على الدهشه. فده تقريبا بيوحي انه فعلا في حاجات حلوه او حاجات مثلا غير متوقعه ممكن نشوفها في الاعلان التاني بتاع فيلم دكتور سترينج 2. والشخصيه دي برضه على حسب ما اتقال تقريبا هي واحده من الناس اللي شغاله في الفيجوال افكت او المؤثرات البصريه اللي هي تخص الفيلم بتاع دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس. عندنا في شويه
اشاعات لسه نازله اليومين اللي فاتوا، والاشاعات دي بتقول كالتالي: انه سلسله افلام فانتاستيك فور اللي هتتعمل في عالم الام سي يو، السلسله دي هتستكشف مواقع وابعاد واكوان تانية كتير، وكل دي عباره عن حاجات مجهوله هنستكشفها من خلال السلسله بتاعت فانتاستيك فور. الخبر بعد كده يعتبر خبر رسمي، وتاكد الخبر ده فعلا. والخبر بيقول كالتالي: انه مسلسل اكس مان اللي هو بتاع 1997 هينزل الموسم الاول منه السنه اللي جايه اللي هي سنه 2023، بس هينزل في نص السنه وغير محدد في انهي شهر بالظبط. واللي اتقال برضو ان هو الموسم الاول اللي هينزل السنه اللي جايه دوت هينزل منه 10 حلقات، يعني الموسم الاول كده زي ما احنا بنقول عباره عن 10 حلقات بالظبط هينزلوا في نص السنه اللي جايه. عندنا بعد كده ممثله زوتشيل جوميز اللي عامله الدور بتاع امريكا تشافيز في الفيلم بتاع دكتور سترينج ذا مالتيفيرس اوف مادنس، تعتبر هي نزلت فيديو ليها وقاعده بتفتح الاكشن فيجر اللي هو بيخص امريكا تشافيز او الشخصيه بتاعتها. يعني الخبر بعد كده بيخص فيلم بلاك بانسر 2 اللي هو بلاك بانسر وكانت فور ريفر. طبعا حسب دلوقتي اللي حصل انه في ناس من اللي عاملين فيلم بتاع بلاك بانسر 2، يعني الناس من اللي هم بيصنعوا الفيلم نفسه، نزلوا على موقع من المواقع بتاعت الشغل او الوظائف يعني ان هم عايزين ممثل يكون عرق اسود ده على حسب ما اتكتب، عشان هيعمل الدور بتاع محارب اسود وهيصور مشاهد للفيلم. واتقال برضه ان هم هيعملوا ريشوتس في خلال الفتره دي اللي هو ممكن يكون الاسبوع اللي جاي والاسبوع اللي بعديه. وفي اخبار كانت قاعده بتقول الاسبوع ده، وفي اخبار ثالثه كانت قاعده بتقول في خلال الاسبوعين دول. بس من الاخر كده التفاصيل بتاعت الخبر ده كالتالي، والكلام ده يعتبر رسمي بالنسبه لهم، فهم عايزين ممثل يكون اكسترا او اضافي يعني، ويكون بيعرف يمثل عشان يعمل المشاهد الاضافيه للفيلم والمكان اللي هيصوروا فيه ولايه جورجيا، وتحديدا في المدينه بتاعت اتلانتا. والمفروض برضو على حسب المواصفات اللي هم عايزينها ما يكونش عنده شعر او يكون جاهز للحلاقه اللي هم يعني هيحلقوا له، ويكون عنده لياقه بدنيه. وتاريخ العمل على حسب ما اتقال يوم 3/8 فبراير الساعه 6 الصبح، والمفروض ان هو يعمل اختبار للكوفيد يوم 2/7 فبراير من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 9 الصبح، والمبلغ على حسب ما اتقال $125 لمده 8 ساعات، وتمن اختبار الكوفيد $50. عندنا بعد كده الكتاب الاصليين لمسلسل اكس من القديم اللي هو اكس من انيميتد سيريز طلعوا اتكلموا بنفسهم عن المسلسل الجديد بتاع الاكس من 97، وقالوا ساعتها كالتالي: ان هما جولي ليولد وايريك ليولد اللي هما الكتاب الاصليين بتوع المسلسل القديم يعتبروا من دلوقتي شغالين على المسلسل الجديد كاستشاريين او مشرفين يعني زي ما احنا بنقول. واكدوا برده الكلام اللي انا لسه قايله ان هو المسلسل المفروض الموسم الاول منه هيكون 10 حلقات وهينزلوا على المنصه بتاع ديزني بلس في نص سنه 2023. عندنا بعد كده في تسريب بيقول انه فيلم انت مان 3 اللي هو انت مان اند ذا واز كوانت مينيا هنشوف فيه عميل من عملاء شيلد، وهتكون الشخصيه بتاعت العميل دي اللي هتظهر هيكون هو عميل من العملاء بتاع مسلسل ايجنت اوف شيلد. الخبر بعد كده بيقول ان شركه سوني بتحاول دلوقتي ان هي تعمل مشروع او تطور مشروع يعني لايف اكشن للشخصيه بتاعت سبايدر مان 2099، والمشروع دوت هيبقى مترتب على رده الفعل اللي هتيجي على الفيلم بتاعهم اللي هو بتاع سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس اللي هو فيلم الانيميشن. يعني بمعنى صح، لو الناس عجبها شخصيه سبايدر مان 2099 اللي هي هتظهر في الفيلم الانيميشن دوت، فهم هيخلوا الشخصيه دي على طول تتنقل للفيلم اللي هو اللايف اكشن، وينفذوا فعلا المشروع دوت مع المشاريع التانيه بتاعت سبايدر مان. الخبر بعد كده بيقول انه دكتور دوم اللي هو النسخه بتاعت 2005 هيعمل كاميو في الفيلم بتاع دكتور سترينج 2، وهيكون موجود في السجن بتاع الالوميناتي اللي هو الفريق اللي هو المفروض اتاكد ظهوره في الفيلم بتاع دكتور سترينج 2. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. وبيس.